طول عنه. تفتكر ايه يا جماعه؟ الجلد لما بيتلف او بيتحرق بيتعور من جديد، وليه دايما لو في خلايا تالفه جوه جسم الانسان الجسم بيقدر يعوضها من جديد؟ الاجابه على الاسئله دي هنلاقيها في الخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه ببساطه شديده جدا هي عباره عن خلايا لها القدره على الانقسام، وفي نفس الوقت تقدر ان هي تتميز وتتحول الى عده انواع من خلايا الجسم المختلفه، بمعنى انها ممكن تكون خليه عصبيه، ممكن تكون خلية عضلية، وممكن تكون خلايا بنكرياس. وده معناه ان الخلايا الجذعية هي منشأ كل خلية من خلايا جسم الانسان. لو جينا نشوف انواع الخلايا الجذعية هنلاقيهم نوعين. اول نوع هي خلية جذعية جنينية، ودي بتتكون لما بيتحد السبرم او الحيوان المنوي مع البويضة ويحصل اخصاب، بتتحول بعد كده للزيجوت. الزيجوت دوت بيحدث مجموعه من الانقسامات وبتتحول بعد كده لما يسمى بالمويلا. المويلا دي بعد كده بتعمل انقسام وبيتحول ويحيط بها غشاء خارجي وتسمى بعد كده البلاستوسيست او الخليه المحيطه. الخليه المحيطه دي هي اللي بيكون جواها ما يسمى بالانر سيل ماس او كتله الخلايا الداخليه. كتله الخلايا الداخليه دي هي الخلايا الجذعيه الجنينيه. الخلايا الجذعيه الجنينيه ليها مهمة كبيرة جدا، وهي ميزة انها تقدر تتحول لأي خلية من خلايا الجسم، وهي دي إعجاز ربنا. تاني نوع من أنواع الخلايا هي الخلية الجذعية البالغة، ودي بتكون موجودة في كل عضو من أعضاء جسم الإنسان، أي عضو في جسمك فيه الخلية الجذعية دي، بس بتكون موجودة في أماكن عميقة جوه الجسم، وفي نفس الوقت بتكون محاطة بمجموعة من الأنسجة، علشان كده ده يفسر لنا ليه لما الجلد بيتحرق بيتعوض من جديد. لان احنا الجلد ده بيكون محتوي على نفس الخلايا البالغه اللي تقدر تعوض كل الخلايا التالفه. التطبيقات بتاعت الخلايا الجذعيه العلماء قدروا يستفيدوا من النوعين. استفادوا من الخلايا الجنينيه ان هم قدروا انهم يحضروا اي خليه من خلايا الجسم ويجربوها في المعمل ويجربوا عليها الادويه بتاعتها. واستفادوا من الخلايا البالغه ان هم يقدروا انهم لو حصل خلل عند اي عضو في جسم الانسان يقدروا يعملوا ما يسمى بالسيل باز ثيرابي او عمليه نقل الخلايا الجذعيه. عمليه نقل الخلايا الجذعيه بينقلوا الخليه اللي شغاله بيحطوها في المناطق التالفه وبالتالي تتعوض باستمرار وتنتج. ده طبعا هيحل امراض كتيره جدا زي مرض الزهايمر وزي مرض السكر، وكمان ممكن يساهم في حل امراض القلب. الخلايا الجذعيه قدره من قدرات ربنا سبحانه وتعالى بيثبت بها وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ثواني معلش. اولا اشكرك شكرا جزيلا على العرض الرائع اللي انت عملته ده. لا خليه عشان ما عايز اتكلم معايا. ايه رايك في نفسك؟ طبعا عادي بصراحه، انا بسيط جدا بالنسبه لكل الناس اللي طلعت عرض الادويه واستخدام التولز واستخدام الحاجات الجميله. انا بصراحه حاسس ان انا ما ابدعتش اكتر من الناس اللي دخلت قبل. طيب ايه الحاجة اللي لو يعني اتكررت الفرصة وطلعت على الستيج تاني كنت هتعملها احسن؟ موضوع؟ عموما ثلاث دقايق بتوعك، ايه لو اتكرروا تاني ايه اللي كنت هتعمله احسن من كده؟ الشعر تحاول تحط ابيات من الشعر في الموضوع. اشكرك شكرا جزيلا، بس انا لازم ادبق فيدباك تحفة. لسه اللي جاي بيفسر الدنيا. اولا مستوى الثقه في النفس تلاحظينه ما شاء الله، مفيش لجلجه في الكلام على عكس بعض الزملاء اللي فاتوا كان في ستوب جابس مرفوضه مش كده؟ فمهم قوي ما يكونش في لجلجه، يعني يكون في انسيابيه في الايه؟ في الكلام. ده برضه بيدي ايحاء بزياده الثقه ان هو متمكن من الماده العلميه بتاعته مش كده؟ بالرغم ربنا يبارك فيه الاصابه اللي موجوده الا ان هو كان بيتحرك، تلاحظين؟ على عكس الناس اللي كانت موجوده كانت ثابته طول الايه؟ الوقت. وده مش مطلوب، مطلوب انك تتحرك حركه مناسبه بحيث انها ايه؟ ما تخليش الشخص اللي يسمع يحس بالملل، رائع. استخدم نموذج مش كده؟ وقف زميله جنبيه وخلي النموذج جنبي، استخدم نموذج زيه زي بقيه ايه؟ زيه. كل المصطلحات الانجليزيه انا ودني معايا، هترجم او ترجم. ما تحسي الموضوع؟ ما تقولش ولا واحده، ما كانش فيه غلط ايه خالص، كل الحاجات الانجليزي ايه؟ جابها. الفلو بتاع الايدياز كان روعه، يعني بدا الاول بمقدمه كاتشي تفيدك الاول، وبعد كده يشرح لك الموضوع
وبعد كده جيت السيناريو اللي حاطط الايه التطبيقات مش كده هتكلم يعني اخر ما وصل ليه العلم فيما يخص هذا المجال وتطبيقات ايه بتاعته وفي الاخر القفله الدراميه بتاعت الموضوع كله كانت ايه كانت رائعه انا مش لاقي نيجاتيف فيدباك شكرا جزيلا